مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدينا ومتابعين برنامج سوالف رمضان في حلقتنا 21. أكيد راح نعيش رمضان وأجواء رمضان. نرحب بمتابعينا على روتانا خليجية وروتانا أمريكا وال بي سي، حلقة مليانة بالسوالف والذكريات وأكيد وصفات مميزة من مطبخنا. خليكم معانا. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، اكيد مسي عليك بالخير يا ريم. حياك الله. هلا وسهلا بك يا مها، وهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي بيتابعونا وبيتفاعلوا مع سوالفنا المميزه والمختلفه. طبعا ريم، اليوم سالفتنا سالفه كل البنات، يا انها تكون شيء مره يحبونه، يا انه شيء يخافون منه، او ممكن رعب كان عليهم. ممكن رعب. فيعني سالفه اليوم اللي هي على الحنه. الله، يعني حنة اليدين وتحنية اليدين وكيف جداتنا كانوا وكيف أمهاتنا وكيف الزمن القديم. فأنا بأسألك، هل أنت كنتي من الأطفال اللي مثلا يحنون يدك أو يغصبونك أو يقول لك تعالي، ولا كنتي تحبين الحنة تروحين تقول لهم حنوا لي يديني؟ والله ما كان عندنا الحنة كثير، ولكن كانت أمي تشتهي يعني أحيانا تسوي لنا الحنة. وأتذكر مرة وإحنا صغار مرة سوت لنا حنة كلنا، أنا وأخواني. خلي بالك، حتى اخواني. فاتذكر كنا نايمين، فجاه صحينا لقينا يدينا مربطه ومكمكمه زي كده، وكانت تسويها واحنا نايمين عشان لا نقعد نتحرك او نقول لا ومدري ايه. فكنا صحينا النوم لقينا هذا الشيء الغريب اللي على يدنا، القماش اللي يلفوها، وكنا مره شيء مستغربين منه. وكان اخويا الصغير يبكي انه ايش ده يعني. فهي كانت حاجه يمكن جات فتره انه لا الحنه مو قد كده وهذا، بس انا لا احب الحنه. يعني الان انا اقول الله على الحنه ونكشه الحنه بالذات، النكش هذا انا مره يعجبني. صح. يعني ومو اي احد يقدر يسويه، وما تلاقيه بسهوله صراحه في اي مكان، مو زي الحنه التقليديه اللي يحطوها في الوسط واطراف الاصابع. يعني ما ادري، احس الجده ما هي جده اذا ما سوت حنه للاحفاد. لازم الجدة تسوي حنة، لازم. والله مرة شيء حلو. يعني أنا يمكن ما أذكر الجدات، لكن أذكر الوالدة كانت نفس الشيء، مو مرة تسوي لنا، لكن لما كانت تسوي لنا كنت أبكي صراحة. الله، زي كذا تطلع برتقالي؟ لكن يعني برتقالي إيه، بس زي اللي دائرة تقريبا زي هذا، بس الدائرة أكبر شوي على أطراف اليدين. على الأطراف. الله. على أطراف. هذه مرة حلوة. أنا هذه أحبها. هذه مرة حلوة، حتى لونها مرة حلو. تعرفين الحنة كانوا يستخدمونها الله يطول في عمرهم ويحفظ لهم ويحفظهم لنا يا رب الجدات. يعني فعلا أشوف كذا مرة أنبسط فعلا، تحسين مرة جدة من جدة حقيقي، يعني مرة شيء حلو. فكنت كانوا حتى يحنون صغار في العيد، في أول رمضان. صح. يحنون وبعدين يحنون في العيد، أول أيام العيد. الحنة يعني لها قصة يعني طويلة جدا، وهي أساسا يعني معروفة في تجي في البيئة اللي تجي جافة وحارة. مزبوط. تنبت فيها. ففي مصر، في السودان، في بعض دول آسيا تنبت الحنة فيها، فيستخدمونها. كانوا يستخدمونها الفراعنة ريم. واو. الفراعنة كانوا يستخدمونها للتحنيط أو شيء، وكانوا يستخدمونها كعلاج، ويستخدمونها كزينة للشعر، لليدين. فهذا مرة شيء حلو. كمان العلاج، يعني في كثير ناس يمكن ما تعرف، لكن كمان للحروق، بالذات الحرق، لما يحطون عليه حنة زي ما تقولين تسحب السوائل الزايدة وتخفف الألم وتبرد عليه. فالحنة لها فوائد مرة كثير، بالذات في الصيف أو على فصل الصيف بيحطوها في يدينهم وفي رجولهم لأنها بتبرد عليهم زي كذا. تبرد عليهم بالضبط. حتى يمكن في نجد يقولون لما البنت ما تقوم تتحرك كثير في البيت يقولون يعني أنت محنية رجولك. يعني ليش ما تقومين تتحركين؟ لأن البنت اللي مثلا تحني رجولها ما تقوم تتحرك عشان طبعًا ما تخرب الحنة. فمرة شيء حلو، قصة حلوة. وبالعكس أشوف الحنة مرة شيء يعني عريق. حلو اننا نتمسك فيه، انه هذا التراث الحلو. يمكن البنات المراهقات يمكن ما يحبوا الحنه ويقول لك لا هذا شيء بلدي. في اشياء حلوه ريم، ممكن ما يحبون الحنه اللي تنحط باليد، لكن في النقش.
زي قبل شوي انا وانت كنا نتكلم في بعض العادات والتقاليد العروسه قبل ليله الزواج او ليله العرس في ليله الحنه معروف صح؟ فتتجمع هي وصاحباتها مثلا اخواتها والدنيا كلهم يتجمعون ينقشون يدينهم، انا اشوف انه حلو، حلو لما اشوف عروسه منقشه يدها بالعكس يعني انا يمكن ما قد يعني نقشت التنقيش ان شاء الله يا رب تتنقشي كذا ونشوفك عروسه يا مها وتتنقشي كذا ونحضر حنتك باذن الله بالفعل التراث مره حلو ومن جد لازم اننا نحافظ عليه وحلو العروسه لما تكون كذا متحنه يا عروسه صح فعلا انا اتفق معاك مليون بالميه طبعا اكيد راح نسال شيف ركان عن موضوع الحنه ونشوف اذا هو يعني عاش هذه الاجواء مساء الخير اول حاجه مها وريم مشاهدي الكرام يا هلا وسهلا طبعا ما قد حنيت يديني يعني فلا تسالوني عن حنه اليدين الا الا تمام يعني الرجال بالعاده ممكن يحني راسه يحني دقنه اوكي انا الحمد لله ما الشيب لسه ما جاء بس اذا جاني شيب بخليه صراحه لا احب الشيب حلو صح ولا لا انا ما ادري ليش الرجال الكبار اول ما هذا على طول يصبغ او يحط او يحط حنه شوف الحنه هي الحنه سنه يعني فحلو انه الواحد يحطها يعني في جميع الحالات سواء رجال او سيدات ترى عادي اي اوكي بس انا احب الشعر الابيض كمان انت تحب الشعر ان شاء الله لما تكبر كذا وتصير شايب ما شاء الله كذا عجوز مره شعري ابيض كذا يا بنتي يعني دحين تبغى تقنعني وانت صغير الوالده ما مسكتك غصب وحنتك ولا ارضى مستحيل ايوه كنت تشرد اتشقلب منها والله ما ولا تلمس الحنه ولا في شعرك مستحيل بس في شيء حلو ترى الحنه بما انه يعني مطبخ حنه وكذا ترى الحنه ممكن نخلطها لانه تبغى الوان احلى نخلطها مع اول حاجه قهوه صح اوكي يعطيك لون خطير مره لازم تجربيه الحنه يستخدمونها في التان ترى يعني بنات اليوم تحط مثلا البانيو يعبونه مويه حاره ويحطون ملعقه حنه حمراء تسوين تان في البيت يصير لونك على احمر او انهم مثلا يحطونها مع زيت ويطلعون في الشمس يسوون يعني يتشمسون لكن هذول الحين الجيل الحين طبعا حلو طيب مره حلو حلو وفي شيء كمان زين يعني واحلى تحطي معاه كركم صح. اوكي يعني ملعقه كذا في كركم ملعقه زيت مع حنه هذه طبخه صارت في ناس يحطوا ترى اشياء مره كثير مع الحنه لما يحطوها في راسهم مويه بصل بيض حنه صحيح. وكمان بيحطوا غير الكركم في شيء برضه يدي لون البنجر يتهيألي او مويه باذنجان يس صحيح عشان يطلع اللون باذنجان الله الله خلاص بنطبقها مره في المطبخ هذه خليني اقول لكم على قصه يمكن صارت لي وانا صغيره اول مره احط حنه في حياتي ليش طبعا حطيت حنه لانه انا ما يعني مو مره صراحه احب الحنه انا بكل صراحه انا ودي اني احبها بس ما اقدر احبها فيوم كنت صغيره كنت اقول انه لا يع وكذا يعني مو بحلو بيبي لسه توي فكانت واحده معزومه عندنا في بيت فعزيمه كبيره واحده اكبر من الوالده فكانت يعني تعطيني اكل تقطع لي وتعطيني وانا ناظره يدها وهي تبي توكلني تبي تعطيني قمت قلت لها لا والوالده قاعده جنبي فقمت قلت لها لا يع ما اقدر اكل من يدك طبعا عيب بس هذا لانك صغيره عيب. لانك بس طفله يعني سبع يعني سنوات بريئه وما يعني صريحه ما اقدر اجاوب شكله غريب بالنسبه لك طبعا يعني. الوالده قالت لي عيب عليك ما تقولين هذا الكلام وثاني يوم اللي محلي يدين احسن اقبل وصرت تاكلي بيدينك وهي لا قعدت اسبوع ما كنت بيدي الناس امي توكلني اجي عندها اقول لها جوعانه هي يمكن عشان كانت تبغى تكسر عندك هذا الشيء انه هذا الحنه شيء حلو وعادي وشيء مره طبيعي والناس يقدروا ياكلوا ويسووا فيه بالضبط وهذا اللي حصل يعني الحين بالعكس يعني احس اني انا يعني الاطفال اللي مثلا عندنا في البيت بنات اختي وبنات اخوي عادي يعني ممكن انه انا احنيهم عشان ما يصير عندهم هذا الفوبيا او صح يعني هذا الشيء حلو في النهايه صح بس انه ترى حتى الحين احنا غير عن اول نقوش حقت اول زمان اول جدات وكذا الحين لا صار يسووا رسمات يسووا اشياء حلوه يسووا فمختلف الموضوع احس كل يعني فتره او زمن مر فيه راح يطلع اشكال يطلع ستايل جديد صح ولا لا؟ 100% احنا عندنا كمان مشاركه من الضروري اننا نعرضها وهي يد الله يطول في عمرها جده المخرج العظيم مخرجنا مسعودي الله يطول في عمره وهذه الصورة لها الله يحفظها يا رب بالفعل كذا تحسي اليد كذا فيها كذا تقول كذا ما شاء الله وريحتها حلوة
وكذا مليئه كذا بالعطاء. حنان حنان صح حنان، تحسين ودك انك كل شوي تقعدين عند الجده، يعني الله يحفظها ويطول عمرها اكيد جده مخرجنا ما شاء الله، وكمان يعني كل يد لون متفننه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. فيعني هذا الحنان اللي احنا نبغاه، احنا نبغى يا اختي وين جدات زمان؟ شايفه لا دحين الجدات كلهم بوتوكس وفيلر اي كل صار خلاص. عموما مشاهدينا شاركونا على هاشتاج سوالف رمضان الحنة، وايش تتذكروا عن الحنة وكيف ذكرياتكم عنها، واذا كنتوا بتسووا حنة الان عشان بتستعدوا للعيد كمان صوروا لنا وارسلوا لنا اكيد اكيد يا طبعا. سلام نروح المطبخ بالضبط نروح المطبخ خلاص انت احد في كلام اي بالضبط لازم نروح المطبخ خلاص الطبخه قاعده تستنى تفضل يلا يلا المطبخ اليوم عاد ايش مسوي لكم اليوم في المطبخ ايش مسوي لك اليوم يا باذنجان انا قاعده اشوف دقيقه فته ها خليك من الفتة هذا احلى من الفتة ايش هذا؟ ها؟ ايش كذا مرة دجاجة صغيرة؟ الدجاجة الصغيرة لا هذا ما دجاج هذا سمان سمان يا سلام صدق؟ سمان بالكرز تخيل اني ما اعرف اكل اشياء مو دجاج يعني يا دجاج يا لحم اشياء مو دجاج هذا طبيعته يعني يا دجاج يا لحم يا سمك هذا طير طيب بالعافية شوف كيوت مرة والله ترى هو عشانه مرة كيوت فشكله مرة شكله يحزن يحزن صح؟ عاد لا في اصغر من السمان في العصفور الصغير تاكليه كامل العظام لا بالعظام حقه العظام لما تاكليه كانه كذا تحسي بسكوت فستق لا بسكوت مو فستق لان فستق اقسى بسكوت اخف فتحسيه بسكوت تاكليه الحين اذا هذه السمانه قدي كذا صغرى هذه لما حتقليها وتسويها قديش حتنكمش تصير؟ حتطلع حلوه صدقيني فانا طيب. انا حاط لكم ثمان حبات تقريبا اربع هنا واربع هنا ايش رايك؟ لا انا صايمه بكره لا ما 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 عجبك الموضوع ابدا شكلك لا بس نشوف يمكن يطلع طيب ايش هي الوصفه خلينا نشوف المكونات اول حاجه طيب ايش هي الاكله ايش هي الاكله هي سمان بالكرز شفتي كباب يعني في الكرز ايوه إيه انا سويت سمان بالكرز طب انا باكل الكرز يا سلام فأكثر ناس يحبوا يعني الكباب بالكرز أو اللحمة بالكرز فحبي تسوي سمان بالكرز خلينا نشوف المقادير أول حاجة عندنا سمان مقطع إلى أنصاص عندنا كرز سكر عندنا عصير الكرز زيت زيتون وقرفة بشر الليمون عصير الليمون وكزبرة ناشفة عندنا هنا نشا وكزبرة وصنوبر هذه المكونات الموجودة على الشاشة قدامكم طبعا أنا اليوم لما شفت المكونات قلت كل يوم قاعد أستخدم صنوبر أنا لي ثلاث أيام أستخدم صنوبر فبستغني على صنوبر اي والله صنوبر غالي صنوبر موجود في المقادير في المقادير ولا لا؟ صحيح المقادير كالعادة على الشاشة موجود حابين تستخدموا صنوبر استخدموا ممتع. بس أنا اليوم حستغني على صنوبر أحط بداله بيستاشيو بيستاشيو اللي هو الفستق الفستق يا سلام تمام جاهزين طيب نبدأ يلا نبدأ يلا بسم الله أول حاجة إيش حنسوي حنبدأ بالسمان حنبدأ بالصوص كمان إحنا حنطبخه على مرتين أو على يعني مرحلتين اللي هي مرحلة السمان ومرحلة الصوص تمام بالنسبة حنسخن كل حاجة الصوص الكرز كيف الناس تسوي صوص الكرز خمس مكونات أساسية عندنا الكرز عندنا عصير الكرز عندنا السكر عندنا القرفة عندنا النشا عشان تقله يصير صوص عشان يصير ثقيل شوي تمام في ناس بدال عصير الكرز يحط مويه او يحط نص بنص اوكي بس انا افضل انه يصير طعمه كذا حلو صح تمام راح اسخنها البان او المقله هذه للسمان وبعدين راح ابدا بتسخين عصير الكرز هنا يا سلام هذا عصير الكرز عصير عادي معلب دالي نشربه عصير عصير طبيعي 100% تمام وراح نضيف عليها السكر زياده اكيد هي طعمها حالي اصلا ما هو حالي طيب فتقول حليه زيادة خليها حالي حلي ايامك يا سلام. ريم حلي يلا. ايامك يلا نحط السكر زياده ونحرك تمام وبعدين راح نضيف عليها القرفه قرفة ما حنضيف كثير عشان يعني قرفة وكرزها يلبق بس مو مرة هي رشة خفيفة راح نستمر بالتحريك لين ما يذوب عندنا الكرز إذا حسينا أن كمية الصوص شوي ممكن نضيف عليها شوية موية
تمام، لأن الصوص هذا زي ما أنت شايفة ليكويد مرة، بس لما نضيف النشا عليه راح يتكن. تمام، هنخليه هنا، هنا نتأكد أن الأمور تمام. كيف تأكد؟ حط نقطة، طلع صوت. تمام، راح نبدأ بالسمان. السمان إيش حنسوي فيه؟ راح نتبله بالليمون عشان نشيل إذا فيها زنخة، وحنحط الكزبرة، حنحط الملح، عندنا ملح هنا، يس عندنا ملح، حنحط الملح، حنحط زيت زيتون كمان، ونقلب المكونات كلها مع بعض. وش رايك إلى الحين يا فنان؟ فنان مها، ايش رايك إلى الحين؟ انا قاعدة اتفرج، يعني قاعدة اراقب الموضوع، احاول اني اقرر هل اني انا بشارككم هذه الوجبة ولا لا. انا اعرف اني بشارككم في الكرز، الكرز ان شاء الله اوكي، بس اللي مع الكرز بالله مو كيوت. مره كيوت، حرام عليك، بالله مو كيوت. مره كيوت، ما هو تو كيوت تو ايت، يعني مره كيوت ان الواحد ياكل. خلينا نشوف بعد ما ينطبخ، يمكن طيب. يمكن شكله، والله اني حسبت الدجاج صغير. طيب ربك، عشان كذا انا صرت من البدايه. اهم شيء عندنا المقله تكون حاره مره عشان نسمع الصوت. اوكي تمام، حنحط الكرز، عندنا سباتشلا هنا، لا ترجع ورا وتخاف. لا هي القصينيه قاطحه. تمام، حطيناها، اول ما نحطها عشان ما نبغاها ترجع علينا اضغط عليها لانها بتتقلص. مسكينه، اي مسكينه تتقلص، احنا نبغاها كامله نعرمشها بدون ما تتقلص. أوكي. اوكي، نضغط عليها شوي، نحط الثانيه، نستمر في الحركه هذه. تمام، واذا مو حابين تحطوها في البان ممكن تدخلها الفرن. تمام، نحط عليها التتبيله اللي نبغاها، زيت زيتون مع 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 البهارات، دخلها الفرن، بس لا نطول بالفرن، راح تستوي معانا بسرعه مره. الواضح دي تسويحه بسيطه واستوت. اي تستوي معانا مره بسرعه. اوكي خلاص، بعد ما ضغطنا كذا نخليها شوي على الجهه هذه، بعدين راح نقلبها الجهه الثانيه. هنا نتاكد ان السكر ذاب، بعد ما نتاكد السكر ذاب 100% راح نبدا نضيف عندنا اللي هو النشا. النشا دائما لا تضيفه لحاله، لازم نحط عليه مويه. اول شيء مع مويه، مع مويه فاتره ولا حاره؟ مع مويه يعني فاتره، اوكي مو حاره ولا بارده. أيوة. ومهم جدا ان نحركها كمان عساس ما تتكتل، احيانا النشا يتكتل في الطبخه وفي الصوص. نحركه كذا بشكل كامل، يا سلام الله، متى ما صار سائل معنا نبدا نضيف. انا دائما انصح النشا لما نضيفه ضيفه بالتدريج عشان مو فجاه يصير معنا سمنت صوص ثقيل مره. حبه حبه لين ما نوصل للقوام اللي نبغاه. فاحنا راح نبدا نضيف النشا الحين، اوكي، ونحرك لين ما نوصل للقوام اللي نبغاه. هو على فكره انا ضفت شوي ما حسيته ثقيل، بس لما اخليه يطبخ على النار راح يثقل معي. فانا احس يبغى له شويه شويه كمان، حخليه يثقل. تمام، حنخلي هذا على نار هاديه. ابغى ارجع للسمان، ايش صار على السمان؟ متحمسه؟ استوى خلاص على السمان ولا لا؟ الا طبعا اكيد، بس استوى خلص. الا طبعا اكيد، والله بالتسريك والله. طب هي شفرة كان الاكله دي من فين؟ الاكله في ما 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 والله ما ادري اذا احد قد سواها في العالم ولا لا، يعني بس الكباب بالكرز اكله يعني ارمينيه، الكباب بالكرز صح؟ اي بس والسمان مصري. السمان مصري والصوص الكرز ارميني، فسوينا شيء تويست فيوجن. احنا شفت كيف صار ثقيل معنا مره؟ فاتوقع الكميه كافيه كذا. راح نبدا نقلبه شوي هذا، نبغى نعطيه عزيده زيت، نبغى نعطيه طعم السموك، فراح نزيده مويه وزيت عشان نعطيه الطعم هذا اللي نبغاه. يولع يمكن على خفيف كذا. تمام، ما نعطيه شيء خفيف، بس ابغى الطعم هذا مهم مره، بس النار عندي واطيه، انا ما اعرف اشتغل كذا، ابغى نار توصل فوق. ها كذا راح ارجع اخليه ينشف معاي. الصوص صار معاي تمام مضبوط، متى ما تكتل الصوص معاي راح نضيف عليه الكرز. ثقل الصوص مره، ثقل، شفتي كيف؟ عشان كذا دائما النشا نحطه بشوي، مع انه شوي انت حطيت، مع انه مره شوي حطيت، بس اذا 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 مو حابين الصوص ثقيل مره ممكن نعدل مويه. لا يتهيألي كذا حلو. إيه بس كدا. بس بس هو حلو كذا، احنا نزيد شيء خفيف مره، بس هو حلو كذا ليش؟ لانه اول ما يستوي السمان وننزله عليه راح يسوي كوتنج عليه، راح يغطيه بالكامل. أيوه. ويتشرب الصوص حيطلع شكله حلو مره. صح. تمام،
حلوه الوصفه سوفار كذا تمام سوفار سو جود يا سلام الله حلوه طبعا لذيذه يا سلام عليك طيب حنترك السمان نشوه حق قد ايش الان على ال حنترك السمان يعني تقريبا يعني لا مو دقيقتين شوي دقيقتين حنخليه خمس دقائق لانه كمان بعد ما يتشوح راح نرجعه في الصوص راح يستوي جوا الصوص لان الصوص حار راح يكون معنا تمام حنخليه شوي يتقلب متى ما حسينا ان الصوص وصلنا الى القوام اللي نبغاه نبدا نضيف الكرز تمام الكرز طبعا اهم شيء نشيل النواه منه تمام عشان ما نتضايق في الاكل يعني انا راح اضيف الكميه كامله وبخلي شوي ازين فيها ولا اضيفها كلها مره واحده بضيف فورا اضيفها كلها مره واحده ما استغنى عن استشاراتك الله يخليك يا ريم ما نستغنى اسمع صراحة. الكلام ما شاء الله اسمع الكلام طبعا اسمع الكلام ليش ما اسمع الكلام وهنا الوضع السمان اتاكد منه اذا تمام او لا النار اليوم شكل الغاز قاعد يخلص يا جماعه لازم نعبي انبوبه الغاز اليوم طيب احنا على بال ما يتشوح السمان ويجهز ونغير الغاز مره واحده خلونا نطلع فاصل مشاهدينا واكيد راجعين مع ضيف المطبخ رجعنا مشاهدينا واكيد مكملين سوالفنا وطبختنا مع الشيف راكان الفنان المبدع اللي قاعد يبهرنا بالسمان راكان بالسمان دبس الرمان سمان دبس الرمان مع الشيف راكان الله يا ولا سلام. في الاحلام ويسبب ادمان ايوه هذه شوف الله بالذات حقت مع الشيف راكان انت في امان انا اليوم حسيت فيها ترى والله الشيف راكان يا جماعه تو قاعد اشيك على الغاز كذا طلع ما شاء الله عليها ريم نقزة مو طبيعية غاز يعني مو عادي هو مو عادي أيوه. بس أنا قاعد أفتح فتح العيون شال العيون والنار طلعت في أمان ما شاء طيب مع الشيف راكان حياتك في أمان يا سلام لا تخافي طيب صار وقت إننا نستقبل ضيف المطبخ وضيفنا اليوم طبيب وممثل ومخرج عمل في عدة برامج على اليوتيوب واشتهر بأدواره اللي تميزه في بعض المسلسلات أكيد يسعدنا أن يكون معنا عبر سكايب دكتور مؤيد الثقفي هلا وسهلا بك دكتور مؤيد أهلا وسهلا وشاكر لكم الاستضافة وعشرة مبارك علينا وعليكم الله يتقبل منا ومنكم الله يتقبل مننا ومنك يرزقنا أكلة السمان نعم ويرزقنا أكلة السمان اللي أكلة السمان يا حبيبي تامر أمر بأحلى سمان سمان بالكرز من الشيف راكان طبعا مؤيد كل سنة وانت طيب وسعيدين انك معانا اليوم وطبعا زي ما انت عارف رمضان ده مختلف على الجميع صراحة بظروف اللي جات فيها بكورونا بالإجراءات الاحترازية بجلستنا في البيت بالتباعد الاجتماعي فكيف استقبلت هذا الشهر الفضيل بهذه الظروف؟ والله يعني ما شاء الله عليك كفيتي وفيتي في الكلام رمضان في هذه السنة حالة استثنائية نوعا ما ابتعدنا عن عاداتنا وتقاليدنا المجتمعية بحكم الظروف اللي صايرة وشيء جميل انه اغلب الناس بتتبع الارشادات اللي ملزم عليها من ناحيه التباعد الاجتماعي والامور هذه. انا عني كنت في سفر وجيت من خارج السعوديه قبل رمضان بيوم تقريبا فكنت يعني طبعا ضمن البروتوكول اللي متخذته الدوله يعطيها العافيه انه لازم نكون في حجر فكنت محجور وطلعت من حجر ومن يومين رجعت لدوامي فاغلب وقتي كان محجور نوعا ما بعيد عن اهلي كان صعب جدا صراحة أهم شيء حمد لله على سلامتك ورجعت إلى أرض الوطن كذا بالصحة والعافية وخلصت فترة الحجر وإن شاء الله ما فيك إلا السلامة يا دكتور مؤيد الله يسلمك لا الحمد لله سوينا المسحات الطبية كل شيء تمام إن شاء الله يعني فصل كورونا ما قدامك إلا العافية هو شيء صراحة اللي يعني كنا مفتقدينه يعني إحنا
الجمعة العائلية في خصوصا نحن في المجتمعات الخليجية وفي المجتمع السعودي التواصل الاجتماعي داخل هذا الشهر شيء يعني بنعززه كثير. فهذا السنة للأمانة نوعا ما حزينين، لكن صرنا نحاول نعوض هذا الشيء سواء مع اخواني او امي او اقربائي، سواء متواصل على السناب شات اللي هو بنسوي جروب معين ونتكلم فيديو او على زوم او على السكايب زي ما الان صاير يعني. ففي بدائل ان شاء الله، لكن غير طبعا لما يكون الشخص امامك وتتكلم معاه فيس تو فيس وحاضر بي. طبعا غير 100%. دكتور مؤيد، اول شيء ما قدامك الا العافيه وان شاء الله خير والحمد لله على سلامتك. لكن دكتور احنا يعني نعرف ان انت ما شاء الله في مجالات عده، طبيب وممثل ومخرج، يعني عندك نشاطات تقول لنا انه انت شخصيتك تحب الحركه، تحب الطلعه، تحب العمل، يعني عندك الانرجي هذه او الطاقه هذه. الطاقه هذه كيف استغليتها في وقت الحجر؟ ايش علمك الحجر في الجلسه في البيت، حتى الحجر اللي جلست 14 يوم بعد السفر او ايا كان الى اليوم؟ ايش الاشياء اللي تعلمها مؤيد؟ الحجر علمني اجلس في البيت. انا من الشخصيات اللي كنت اعرف اجلس في البيت وما عندي مهاره، مستحيل اول ما اصحى من النوم على طول بشوف ايش الشغل اللي عندي موجود برا وبطلع. ما كنت اعرف ايش كيف استخدم الاشياء اللي داخل البيت، الفاسيلتيز يعني اللي موجوده في البيت. طبعا انا حديث عهد بالزواج، فاول رمضان لي وانا متزوج، وكان جميل للامانه الموضوع هذا، خلاني اقضي اكثر وقت مع اهلي. للامانه في جدول وروتين معين رسمته لنفسي حتى لا اشعر بالملل على قولهم، ويكون يومي متجدد يعني. اول ما اصحى طبعا لازم نقرا شويه، نقرا قران او نقرا كتاب الى المغرب تقريبا. قبل المغرب فتره الطبخ طبعا زي الشيف عمار، بنحاول الشيف راكان عفوا، انا ترى سموني عمار. طبعا الان شايف انا كل الانستغرام كل البنات ما شاء الله تبارك الله صاروا باخات يعني، وهذا شيء كله ساخن حبيبي حبيبي. بس انا ترى سموني ثم عمار وانا ثم الرياض ثم الرياض بالنسبه لي. انا ما اعرف سامعين انتم او لا، بس قاعد اتكلم. اي طيب، بس بدخل على سالفة عمار. انا على فكرة من اول ما بدأنا سموني عمار، سموني انس، سموني مشاري، ايش كمان؟ عادي فنان طبيعي، ايش كمان باقي؟ كل الاسامي ما شاء الله يعني تسميتها في البرنامج هذا، الله يعطيك العافية. طيب حكينا ايش قاعد تسوي في يعني المطبخ بشكل عام؟ الصوت واضح يا دكتور. والله يا شيف، اول شيء تفاجات انا بزوجتي انها ما شاء الله تطبخ يعني، تعرف تطبخ للامانه، واكلها لذيذ. وانا والدتي اصلا هي شيف، كانت معلمه متقاعده ثم الان اتجهت لهذا المجال انها شيف ما شاء الله، متخصصه في الاكل التركستاني نوعا ما. نعم. فانا متذوق جيد، انا ما اقول اني فنان، انا متذوق وافهم شويه في الاكل. اغلب الاكلات الان انا صراحه وزني زاد في الفتره الاخيره يعني، زدت كثير. فمتجهين نوعا ما للاكل الدايت والوصفات الدايت، لان زوجتي بدات تطفش مني يعني، خلاص اشتغلت عمره، انت كل ما امسك شيء اشوف كم كالوري، طيب كم جرام وبير سيرف فمتجهين للاكل الدايت اكثر شيء، وحلى الدايت، انا من عشاق الحلى هذا. يعني حلو طبعا الاكل الصحي والطبخ شيء جميل، الواحد انه يستغل الوقت ويطبخ لنفسه اشياء هيلثي، وحتى لو بتسوي اشياء على قولتهم ما هي صحيه بس في البيت، طول عمره طبخ البيت يختلف عن طبخ المطاعم ومهما كان يعني. لكن على طاري الوالده، يعني احنا نعرف ان الوالده شيف عزيزه طبعا، يعني عندها حب الطبخ وعندها حب الشغف المطبخ، لذلك احنا يعني اليوم حابين نستضيفها اكيد ونشوف تعليقها على هذا الموضوع، وكمان تشاركنا هذه الفقره. حياك الله. يا وين، يا هلا وسهلا فيك استاذه عزيزه، سامعتنا؟ اي حياكي.
يا هلا وسهلا فيك. بداية نبارك لك بالعشر الأواخر أكيد، ويعني حابين كمان أنك تشاركينا في هذه الفقرة وفقرة ضيف المطبخ، وتقولي لنا هل يعني حبك للمطبخ وشغفك في المطبخ أثر على دكتور مؤيد والأخوان وأخوانه في البيت أو لا؟ خلاهم يحبون الطبخ؟ حياك يا قمر، رمضان عليكم مبارك على الجميع، ومنورين الشاشه حقيقه، الله يكتب لكم الاجر ويجعلكم من الصوامين القوامين. حقيقي يعني كوني يعني اعشق المطبخ اثر على اولادي، صاروا يعني يحبوا، ما يحبوا اي اكله، يحبوا اكلات معينه، يعني يفهموا في الاكل زي ما قال لك مؤيد. يمكن مؤيد يعتبر اقلهم تذوقا، الباقي مستوى في التذوق اعلى واعلى، ومع انه مؤيد ذواق، بس انه مؤيد حبيب يمشي، يعني ما يحب يزعل احد، يمشي اللي قدامه، لكنه ذواق، يعرف انه هذا لذيذ هذا مو لذيذ. اخوانه كلهم نفس الوضع تبارك الرحمن، يعني يعرفوا انت ما شاء الله حطيتي شيء معين غير غيرتيه بالمره، النكهه مو زي حقت اول يعني القطوها، بس ما هم شاطرين في المسميات، يعني ما يعرفوا كزبره من بقدونس، دي الاشياء لسه عندهم ما هم طيب شيف ما بيدخلوا فيها. نعم شيف عزيزة، طبعا احنا فاجأنا مؤيد بتواجدك معانا ومداخلتك الهاتفية معانا، واحنا عارفين انه مؤيد كان مسافر ورجع فترة الحجر ويمكن ما شافك يعني فترة طويلة، فهو الان معانا وسامعنا، ايش حابة تقولي له؟ والله انه هو نور بيتي ونور عقلي ونور حياتي كلها حبيبي، تعبت نفسيتي مرة لما كان مسافر حقيقي. الحمد لله، الحمد لله على سلامته، يعني هذا أهم شيء. كل قلقان عليه مرة، لكن الحمد لله. الحمد لله حقيقي، الحمد لله. الحمد لله. إيه الحمد لله، يعني هذا أهم شيء، يعني ما شاء الله دكتور مؤيد يرفع الراس، يعني ما شاء الله شخصية معروفة وشخصية جميلة ودائما يقدم حاجات هادفة ومشاركاته بتكون جدا جميلة وطلته حلوة، وأكيد يعني تفتخري فيه شيف عزيزة، وهو أكيد دائما يفتخر فيكي ويفتخر بمامته الشيف اللي دائما يقول أمي يعني ربتنا كلنا وكلنا طلعنا دكاترة وودتنا، يعني الله يفرح فيه كمان وكمان وتشوفي احفاده يا رب. مؤيد ايش حاب تقول لماما؟ والله اقول لامي انا صرت اعرف اغسل صحون كويس. الله بالفيري لا ولد نشيط، يعني ممكن اغسل 30 صحن في دقيقتين. الله يعطيك العافيه. يعطيك العافيه مؤيد، يحفظها لك يا رب. العافيه لا تدري بالك، أنا طيب الحمد لله، ولا تشيلي هم، أولادي كلهم يحبوكي مو بس أنا يعني. طبعاً مؤيد يعني إحنا قاعدين نشوف تقدم، وهذا غسل الصحون تقدم واضح وصريح، هذه من الأشياء الجميلة في الحجر، هذه الأشياء الجميلة اللي نفتخر فيها كلنا صراحة، كلنا أنا ما كنت أحب أغسل الصحون بس الحين زرت أضطر بصراحة يعني، لكن خليني أنا صراحة ودي أسأل شيف كمان عزيزة ونطلعها من المود. أول شيء نقول لك يعني شيف عزيزة فعليا الكل متأثر طبيعي، وإحنا يعني أثرتي فينا وكلامك أثر فينا، والله يحفظ لك إن شاء الله مؤيد وإخوانه وتشوفينهم في أقرب فرصة بإذن الله يا رب يا كريم، والله يعني لا يفجعك عليهم. آمين يا رب. طيب شيف عزيزة خلينا نطلعك من المود ونتكلم عن مشروعك في الطبخ. مشروعك في الطبخ كيف جاء هذا المشروع وكيف نجح ما شاء الله تبارك الرحمن؟ شوفي فضل من الله طبعا، اكيد قبل كل شيء اولا واخرا الفضل من الله، بعدين حقيقي لاولاد، واول اولادي مؤيد حقيقي. نعم. يعني هم كانوا الدعم الاساسي من هم صغار، يا ماما اكلك مره طعم، يا ماما يا ماما، يعني ما اسوي اكله يعني عاديه، لازم ابتكر في الاكله، يعني سندويشات الاشياء لازم مبتكره عشان يصيغوها وياكلوها. بعدين مؤيد الله يبارك لي فيه، يا ماما انت اكلك انت ليه ما تفتحي انستغرام؟ قلت له طب كيف افتح، يعني انا كنت كمان في انستغرام مالي كثير قويه، يعني شويه لسه ما اعرف كثير. قال لي خلاص انا افتح لك وانت ابداي. انا لما فتح لي قسما بالله كنت معزومه وخرجت عزيمه، ما توقعت انه من دقيقتها وسوى الاعلان ولدي مؤيد ما شاء الله التليفون ما سكت.
ما شاء الله. تبارك الرحمن على طول طلبات، مع اني انا ما كنت ترى مستعده في ذاك اليوم، رجعت قسما بالله بعثت اشتغل الاوردرات والطلبات، وعليها تبارك الرحمن يعني ربي فتحها علينا. حتى المطعم الله يبارك لي فيه وسنة هديه من اولادي طبعا بقياده مؤيد الثقفي الله يهديه. الله يخليك يا رب. ايوه برضه هو كانت هديتهم بعد ما تقاعدت انا يعني يلا نسوي لك شيء انت تحبيه. كنت اقول لهم انا احب مطعم بس ما خطر على بالي انه ممكن يسووا لي مطعم يعني يعني حقيقي ما فكرت، اللي هم شبوه فالحمد لله الله يعطيهم حتى يرضيهم يا رب. ما شاء الله تبارك الله، الله يخليهم لك ليكي ويفرحك فيهم. ولكن ابغى اسالك اكثر عن المطعم، انت بتقدمي طبخات مختلفه شويه، يعني مو بس الاكل الحجازي، انت كمان بتقدمي الاكل الايغوري صح؟ ايوه صح. كلمينا عن هذا المطبخ شويه. هو شوفي اول شيء يعني الاكل الايغوري اللي هم معروف اما تركستاني اما بخاري، هو ايغوري هي منطقه يعني. فالاكل الايغوري يعني مشهور في ارض الحجاز لدرجه انه صار يطلق عليه اكلات حجازيه، زي ما تقولي المنتو هو اكل ايغوريه. أيوه. يسموها اكله حجازيه، الصمصو او الفرموزه هي اكله ايغوريه يسموها حجازيه. ليه يعني حقيقي الله يعني يدين علينا عهد آل سعود حقيقي يعني تفضلوا علينا، ولما سكننا حسينا خلاص احنا جزء من اهل الحجاز لا نتجزا يعني لا يمكن ان ننفصل، فعشان كذا يعني يعني من اجدادنا جو فخلاص يعني يعني خلاص من تراث اهل الحجاز احنا. نعم. فهي من الاكلات الحجازيه اللي انتشرت. كمان في اكلات عندي معروفه بس مو للكل، يعني اللي يكون يعني متزوج بخاري، اللي يكون جيرانه بخاريه فيكون يعرف هذه الاكلات، يكون قد جربها زي اكله اللغمان. يعني احنا النودل اللغمان معروفه يعني هذه يمكن من الاكلات البخاريه الصعبه جدا يعني مو اي احد يعرف يسويها. صح تمام تمام صح، لانه تخيل احنا النودل نحبه ناس يعني كثير من صحباتي يقولوا هي مكرونه يعني نشتريها من الشارع بس اقسم بالله طعم مختلف السماء على الارض. طبعا يعني لما تكون جوا البيت والعجينه بتسويها في البيت غير. أيوة. يا ام مؤيد طبعا والله طعم يعني نكهه مختلفه تماما لما يذوقوها، يعني يصدقوا انه ما في فرق، يعني فرق يعني كبير بين النكهتين. عندي كمان مثلا شيء اسمه قزليني، هذه مره جميله حازت اعجاب الجميع حقيقي. حلو. وهي من المبيعات الاكثر مبيعا. في اكله اسمها هونن انا ما توقعت انه احد يحبها، لقيت لا والله لهم رواد. انا ليه ما توقعت؟ لان هي هون الايش هو؟ الهول هو البخار والنن هو العيش، فهو عيش بالبخار. فيعني صحي ومحشي بالكروات ومدلعينه، فتاكلي منه يعني مع الادامات مع حتى ممكن يعني احنا نفسنا احنا ناكله بس خل ولاظه وناكله نحبه كذا يعني حاف. الله. لكن ممكن تاكلي مع اي ادام يعني تستبدلي، هو بديل زي ما تقولي الخبز. نعم. يا شيف عزيز الله يعطيك العافية، ما شاء الله عليك أطباق حلوة وعجيبة، ما شاء الله ما شاء الله عليك. لا وانبسطت لما سمعت اللازة، صوص اللازة من أحلى الصوصات اللي أحبها، حار و... شيء لازم تشرفونا في المطعم. الله يسلمك. هذا مع المنتو الله ولا ولا أروع ولا أروع. بس 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 يعني ما شاء الله يعني الافكار انت مطبقه، يعني الاكلات التقليديه البحته ولا حطيتي لمسات من عندك مثلا تويست من عندك يعني 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 معين في المقادير، ولا بس يعني مشيتي على الشيء الاصلي تبغي توصليه للناس عشان يشوفوا الفكره بشكل كامل. يعني. شوف الاكلات الاصليه تماما ما عدا خفضت منها شويه دهون، احنا نحب الدهون. صحيح. يعني صحيح. الاكل اللي فيه دهون فخفضت منه الدهون فقط لا غير، لكن هي الاكلات الاصليه لانه حبتهم ياكلوها، يعني اكلوها هنا كانهم لما يروحوا تركستان حياكلوها في نفسها، يعني كانهم بياكلوها هناك. نفس حتى انا لما جاني القنصل الاوزبكي قال لي انا كاني هناك، يعني حسيتني كاني متاعي في اوزبك. فانبسط مره يعني قال لي نفسه هو، بس انا خونني اللغه للاسف امي ما علمتني هي، والام اللي تعلمتها لاني من زمان هنا فما اتكلم اللغه، هو اللي كان يقول لي هذه كان اللي ناقصك اللغه. اللغه ما شاء الله يعطيك العافيه. بس لكن من نفسها ممكن اضفت اشياء ثانيه اللي هي جديده في طريقه السلطات الحلا، هذا الجديد يعني اضفته لانه في حالة ترى الحلا حسيت في كل العالم، بعد في ترى اكلات كثيره مشابهه لبعض، يعني احنا عندنا اكله اسمها شوب انا ما نزلتها لسه تشبه كثير القرصان. القرصان الله
تشبه لها كثير كانها اختها يعني، بس بفرق هم يسووها مدوره وشويه سميكه، احنا نسويها خفيفه مره، هي دي الفرق بين في العجينه. لا ضروري ضروري نجرب اكلك شف عزيزه، يعني شهيتينا ما شاء الله عليك والله، واحنا جالسين يعني احنا نلقاها من شف عزيزه قاعد توصف لنا الاكل ولذاذه الاكل، ولا الشيف راكان ما شاء الله كل يوم بطبق مفاجئنا فيه. لكن واللي يميز الصراحه اكلنا انه كله شغل يد. أيه. هذا احلى شيء، هذا احلى شيء، هذا كله شغل يد، يعني يعتمد على يدنا بشكل قوي. صح، يعطيك العافيه، يعني شيء جدا جميل. فانا الحين صراحه ودي اسال مؤيد، هو ايش اكثر الاكلات يا مؤيد انت تحبها من اكل الوالده، وايش الاشياء اللي وحشتك من يد الوالده الله يطول عمرها؟ والله من اكل الوالده وفي تخصصها يعني، والله وحشني الرز طبعا، الرز البخاري ما باللحم طبعا، هذا من اهم الاشياء. وفي الحلا عند الوالده يعطيها العافيه، تسوي البسبوسه بالقشطه يسموها، بس هي تقول مو قشطه ما اعرف. الله، هذه من الاشياء اللي جدا يعني. بس كلمه حق اقولها للوالده، الوالده اول ما سوينا لها المطعم هي كانت شيف، وكان عندها مطبخ في البيت كبير نوعا ما، وكان عندها يعني تقريبا اربع اشخاص يساعدوها. اي ما شاء الله. لما رحت المطبخ اختلف عمليه الاوبريشن، يمكن الشيف راكان يعرف هذه الفكره، اختلفت عمليه الاوبريشن تماما. كيف تدير انك اول طلع اوردرز، ناس بيقولوا لك انك الساعه 10 ابغى الاوردر تسويها او في المطعم. الوالده ما شاء الله سريعه التعلم جدا يعني، بمجرد ما جبنا كم شيف واستشارات من هنا ومن هنا ما شاء الله بسرعه تعلمت. الان في المطعميه من خلال الطبق بتعرف فين المشكله في عمليه التشغيل، هل كانت مشكله في النقل مثلا، في عمليه تخزين المنتج ما كان جيد، ولا في عمليه طهي، ولا استعجل في تفاصيل التفاصيل ما شاء الله. يعني هي بتدير المطعم كامل اكيد طبعا، بتدير اكثر من 50 مطعم. المهاره والخبره لها دورها يا مؤيد. ولكن خلينا كده ندخل ونقول كلمه حق، دائما الولد يقول اكل امي ما في زيه، وانت الان عريس ومتزوج وما شاء الله زوجتك بتجتهد وبتطبخ لك، فما ادري يعني اقدر اسالك اكل ماما ولا اكل زوجتك؟ سؤال يعني صح. عشان لا انام في الكنبه في الليل اكل زوجتي. لا والله بالعكس، امي طبعا فارق الخبره في هذا الشيء، وزوجتي والله لها عندها بتجتهد، عندها نفس مجتهدة جدا. هذا جواب دبلوماسي مؤيد، يعني هذا جواب دبلوماسي بحت يعني، ما نقدر نقول، لكن احنا ان شاء الله. طب اوكي، من خلال البرنامج اليوم، ايش ودك مثلا ان زوجتك انها تتعلم، او حاجه انت مره تحبها ودك انها تطبقها او تتعلمها، يعني سواء من اكل الوالد، سواء شيء انت دائما تشتهيه، مثلا هي لسه ما تعلمت هذا الشيء، الحين فاضيين احنا، فكلنا طول وقتنا رايح في المطبخ اساسا. انتم ما شاء الله متاكدين توقيت البرنامج قبل الفطور وتصبح بعد الفطور؟ كله اكل. طيب والله كمان اتوقع والله انا ايوه لا ما ممكن يعني انا من محبي السوشي جدا بصراحه، السوشي حلو، ممكن اتمنى السوشي حلو. طب ايش، طبعا اكيد لازم كل رجل يمارس عاداته وهواياته في شهر الفضيل زي هذا الوقت في العصريه، لازم يدخل يشيك على القدور، فايش الطبخ طبعًا. اليوم ايش طبخين على الفطور اليوم يا مؤيد؟ والله طبخين لسه انا ما جتني الفرصه اروح اشيك، المشكله التشييكه هذه غريبه يعني عند الرجل، بيروح بياخذ لفه في المطبخ ما لها معنى يعني، فاهمه؟ بس انه بيجي يسوي، لا يقدر يقول رايه، لو قال رايه ما حيفطر، ولا يقدر يعلق، فموضوع حساس، انت بتدخل كمتفرج يعني. ايه تدخل كمتفرج، متفرج وتمدح. تعرف على عشر الاواخر الانسان ما عاد يشتهي الفطور كثير للامانه، فدائما اقول انه نخفف الفطور يعني، شوربه وسمبوسه وتمر بسيط وخلاص، انا بالنسبه لي كافي يعني. صح، نعم. يعطيك العافيه مؤيد. طيب كلمه اخيره تحب توجهها لجمهورك؟ اول شيء اشكركم روتانا خليجيه على الاستضافه، فاجأتوني باستضافه الوالده، الله يخليها لك. الله يسعدكم زي ما سعدتوها، دحين اكيد حتتصل علي هي وتكون مبسوطه، شكرا لكم. كلمتي للجمهور، اول شيء الله يعدي هذه الازمه على خير، يجب علينا كلنا ان نتبع تعليمات الوقائيه حتى نقدر نتجاوز هذه المحنه. اعرف انه في كثير من الملل قاعد يصيبنا، كثير من الطفش، كثير من نوعا ما الاكتئاب بسيط،
كله بيعدي ان شاء الله تعالى. نعم. نصيحتي لكم حاول تشغل يومك باشياء مفيده. الرياضه، حاول تسوي رياضه منزليه. نعم. باذن الله حتساعد بتحسين مزاجك، وانتظروني ان شاء الله في اعمال القادمه، وشكرا لكم. ان شاء الله كل التوفيق. شكرا لك مؤيد، وشكرا لوجودك معنا، وبفعل احنا نفتخر فيك وبنفتخر بالشيف عزيزه انها انجبت وربت، والله يخليكم لها يا رب. شكرا لك يا مؤيد. طبعا نرجع للشيف راكان الفنان. نرجع للشيف راكان اللي انت لما تكون معاه تكون بامان طبعا. يا سلام على احلى كلام. والشيف راكان ما شاء الله الكرت صار يجنن الصوت، ما شاء الله كذا ثقيل ولونه مره حلو. سبك معنا وثقل، اعطانا اللون الداكن هذا، وانا كل ما حسيته ثقيل زدت مويه شوي، وصلت المرحله ممتازه مره. الحين انا حسيت ان حالي مره، وانت تقولي حطينا سكر، فابغى اكسر طعم الحلاوه بعصره ليمونه. ليش دراك انت دكتور؟ انا ما دكتور صراحه، اوكي، بس انا كذا احساسي، انا احساسك انه حالي، احساسي يصدق. هو حلو الطعم لما يكون حالي على حامض شويه. صحيح. كمان وبالذات الكرز، الله والله اشتهيته، مع اني ما اظن انه السمان نتجرأ في يوم من الايام. صدقيني طعمه ولا احلى بسكوت، مو سمان، بسكوت. اوكي، راح ننزل السمانات على الصوص ونخليها تطبخ مده 5 دقائق 6 دقائق، ما تطول، لان كله نوطي على النار بالمره، نوطي على النار تتسبك على راحتها، طعم الكرز يدخل جوه السمان مع القرفة، يتغلغل يا الله، يا سلام، يتغلغل في السمان يا عيني المسكينة الضعيفة دي. تمام، وحنخليه كذا ومقلبه على راحته. تمام، إذا حابين ممكن نحط شوية كزبرة الحين خفيفة، ما حنكثر مرة. أيوه، عشان الطعم، عشان يعطي الطعم. يا سلام، ونقلبه ونخليه على نار هادية كذا لين ما يستوي معنا. كذا الطبق الأول تقريبا خلصنا منه. خلصنا من الطبق الأول. إيش رأيكم؟ نطلع فاصل؟ أكيد نطلع فاصل وحنرجع نكمل سوالفنا وطبخاتنا والوصفة الثانية مع الشيف راكان، ولكن انتظرونا بعد الفاصل. يقولون من الطبيعي أن بين فترة وفترة تجينا نوبة حزن واكتئاب، غالبا ما تكون طبعا تجينا أسئلة كثير ونسأل أنفسنا ليش يجينا هذا الإحساس، وليش نفكر كثير ونجلس في كل مرة ندقق في كل صغيرة وكبيرة. طبعا من أمور حياتنا سواء المهنية أو حتى العاطفية أو حتى الشخصية. طبعا بعد التفكير والتدقيق الهم والحزن والاكتئاب ممكن أنه ياخذ حيز في حياتنا، وممكن أن نتعثر فيه، وممكن أن يأثر علينا كثير ويأثر على أهدافنا وطموحاتنا. راح نتكلم عن هذا الموضوع مع الاستشاري أو استشاري علم النفس والعيادي والعلاج النفسي الدكتور فلاح العنزي. حياك الله دكتور فلاح. تفضل دكتور فلاح، هلا وسهلا بك. يا هلا وسهلا فيك. وعليكم السلام. نورت استوديوهاتنا يا دكتور فلاح، هلا وسهلا بك. بداية نبارك لك بالعشر. الله يبارك فيك دكتور فلاح، وشكرا على حضورك بالرغم من الظروف. سعيد بوجودي معكم، نورتنا، وهذه البرنامج اللطيف والاستديو اللطيف هذا. شكرا لك دكتور. طبعا يعني احنا عايشين في فتره يعني زي ما تقول حرجه نوعا ما عالميا، وما ننكر، ما ننكر مهما كنا ايجابيين، ما ننكر ان في بعض الناس مع التدقيق ومع يعني يدققون في حياتهم، يراجعون حساباتهم، زي ما يسمونه جلد الذات، فيصيبهم بالحزن والاكتئاب. هل له يعني علاقه وثيقه هذه الامور اللي انا ذكرتها، الاشياء، التصرفات، التدقيق والتفكير علاقه بالحزن والاكتئاب؟ يعني احنا الحزن شيء والاكتئاب شيء، بعدين احنا نتكلم في هذا الموضوع، لكن هل له علاقه؟ فيه فرط التفكير أو الانشغال الواحد داخليا. نعم. يحدد نوعه بناء على موضوع التفكير أو الانشغال الزائد داخليا، يعني ممكن الواحد يكون جالس بشكل طبيعي لكن جوا يطبخ مثلا. نعم مضبوط. اللي طبعا فيه مصطلحين مختلفين لهذا النوع من التفكير. إذا كان عن شيء في الماضي، يعني واحد يتكلم عن ليت اللي صار، ما صار لو اني سويت كذا، لو ما صار كذا، هذا نوع من التفكير او يسمى اجترار او رومينيشن. نعم.
ويرتبط أكثر هذا بالاكتئاب أو الحزن لأنه شيء عن شيء ماضي. صحيح. النوع الثاني إذا كان يتعلق بشيء مستقبلي. مستقبل. يعني وش ممكن يصير لو صار كذا، وش أقدر أسوي؟ طبعا هذا النوع من التفكير الخاصية الرئيسية فيه أننا نترك اللحظة اللي حنا فيها. ما نعيشها. يعني الآن ما إحنا في الموقف هذا. صح. يعني موجود الواحد جسدا ولكن يروح يأمل الماضي وهذا يصير يسمى اجترار، أو للمستقبل وهذا يسمى ورينج أو تهمم. نفس النوعين ينطبق عليهما الوصف. هذا السلوكي. إنه يطلع الواحد من الموقف اللي هو. نسميه سلوكي دكتور، بس نبغى نعرف. لا هي عملية، هي عمليات ذهنية. يعني الواحد كأنه يحل مشكلة ولكن للأسف إنها مشكلة في الماضي. نقدر نتحكم فيها. أوكي. أكيد طبعاً، ولا يعني أو يحل مشكلة ولكن مش مواجهها الآن، هي في المستقبل ما جت إلى الآن. ما جت. صح. لذلك النوعين هذولي إذا كان الأمر يتعلق بالماضي غالباً يكون يرتبط هذا بالحزن والاكتئاب والهوبلس اليأس. نعم. إذا كان يتعلق بشيء بكرة، بعد بكرة، الأسبوع الجاي، السنة الجاية، هذا يكون ورينج اللي هو تهمم. ويرتبط أكثر بالقلق، وخصوصا نوع من القلق اللي هو القلق المعمم. نعم. طيب هل الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة التدقيق أو التحليل نقدر نقول عليهم إنهم بيعانوا من مشكلة نفسية أو هو مرض نفسي، ولا هي وقت عابر، يعني هي لفترة زمنية محددة؟ سؤال ممتاز هذا. كثير نسأل، يعني إذا واحد يقرأ في كتب نفسية ثقافية يقول والله هذه ممكن تصير معي. صح. وكل الأشياء هذه إحنا كلنا ممكن نسرح نروح مثلا سنة من السنوات في عمرنا الماضي. صح. أو نفكر بشيء مثلا نبغى نسويه بعد بكرة، ولا إذا واحد عنده مناسبة يفكر فيها. كل العمليات النفسية يعني توجد عند كل البشر. الاضطرابات النفسية اللي نسمع فيها وتعدادها أساسا هي عمليات طبيعية، ولكنها تزيد عن حدها إلى درجة إيش؟ طبعا مسألة نسبية. في ثلاث محكات إن نعتبر المسألة اضطراب أو إشكال يحتاج تدخل متخصص، يعني أخصائي نفسي أو طبيب نفسي. المحك الأول واضح ونعرفه كلنا، يعني اللي هي الفعالية في الحياة. يعني هل الواحد مثلا التفكير الزايد هذا أو التحليل أو التدقيق هل أثر على قدرتي على القيام بحياتي من ناحية التفكير، من ناحية الانفعالات، من ناحية علاقاتي الاجتماعية، من ناحية العمل أو الدراسة؟ هذا محك واضح. نعم. هل أثر أو لا، وإلى أي درجة؟ نسبية طبعا. هذه المحك الثاني واللي طبعا كلنا نعيشه ونعرفه اللي هو درجة الكرب اللي سببها هذا النوع من التفكير. هل هو يصل إلى درجة أنه فعلا مؤذية والشخص مو قادر يستمتع بحياته؟ المحك الثالث طبعا هذا شوية يتعلق بالثقافة، يعني هل السلوك اللي يقوم به الشخص في الحالة في مثالنا هذا هي عملية ذهنية. نعم. هل هو شاذ في مجتمعه أو لا؟ المحكات الثلاث هذه طبقيها على القلق، طبقيها على الاكتئاب، طبقيها على أي نوع من الاضطرابات النفسية. ممكن تكون الاضطرابات النفسية أساسها عمليات طبيعية. لو ما نقلق ممكن يعني تصير لنا مصايب. لو ما نحزن نكون خارجين عن الواقع. طبيعة البشرية. فالثلاث محكات هذه هي التي تحدد إذا كان الشخص يمر بأزمة وتحتاج تدخل متخصص أو أنها يعني شيء عابر في حياته. طيب يعني على طاري العابر أنا راح أرجع صراحة السؤال الأول، لأن كثير يعني ناس متأزمة دكتور. التحليل أوفر ثينكينج. الأوفر ثينكينج التحليل. الوقت الحالي الآن اليوم إحنا نعيش في جلسة ولنا تقريبا 64 يوم أو 65 يوم. طيب. تقريبا في البيوت، يعني 65 يوم كفيله بما ان الشخص يا يتاقلم. صح. او انه يتأفف ويندب حظه ويكون زعلان ومكتئب. كثير ناس ومنهم ناس قريبين مني زعلانين، يعني رياضه سوينا، كتب قرينا، افلام شفنا، عباده وخلصنا، واجبات يعني عائليه واجتماعيه سواء تليفون او ايا كان سوينا، يعني وصلوا مرحله انه زعلان. طب انتم ليش زعلانين؟ احنا نبغى منك الحل، ايش نسوي؟ كيف نطلع ننتشل انفسنا قبل ما احد يساعدنا، قبل ما نروح للطبيب؟ يعني الورينج التفكير التهمم او القلق. نعم. يحدد نوع المشكله اللي يعيشها الشخص.
يعني في مثال القلق على الكورونا مثلا، لو واحد يصل إلى درجة يعني كبيرة من القلق من هالمرض هذا، يعني يصير عنده يسمى قلق صحي. لو كان موضوع التهمم أو القلق وش يقولون عني الناس، أو يصير قلق اجتماعي، وهكذا أنواع مختلفة. احنا طبعا طلعنا عن الموضوع الرئيسي كورونا، طبعا يعني القلق سواء قلق اجتماعي أو قلق صحي فيه فنيات معينة ومعروفة جدا، يمكن من أهمها أو أكثرها نجاح للأشخاص العاديين بدون زيارة يعني مختص وكذا، المديتيشن، التأمل. طبعا تأمل منظم، ممكن تدريبات الاسترخاء، النشاط، ولو أن النشاط طبعا يعني محدود في الظروف هذه. قبل كم يوم يعني سوينا ندوة عن وش ممكن الناس يسوون في الأسرة، يعني كيف ممكن يزيد تكون فرصة للاتصال الأعمق مع أفراد الأسرة. يعني الناس عمرهم ما صار لهم الفرصة هذه أنهم يجلسون مع بعض، يعني أسرة واحدة، خصوصا مع السوشيال ميديا، كل واحد يعني تقريبا لحياته، والحياة سطحية بشكل يعني. وكمان فرصة للواحد اللي يسمع نفسه، إعادة اكتشاف ذاتي. بالضبط، صحيح. المديتيشن واحد منها. منها، صح. الريلاكسيشن طبعا شيء مهم. الاسترخاء. في نقطة عامة إذا حبيتوا يعني سمحتوا لي، سواء في المشاكل هذه أو غيرها، الملاحظة الذاتية عامل يعني أو خطوة أولى للتغلب على كافة المشاكل. يعني كيف ملاحظة ذاتية؟ إن الواحد يعني بدل ما يتجنب الخوف يقترب من مشاعره، يتمعن فيها. وش الأفكار اللي تصاحب المشاعر هذه؟ ويقدر يناقش الأفكار هذه بشكل عقلاني. في الحالات اللي فيها صعوبة يعيشها الشخص، يستجيب تلقائيا لخوفه، يستجيب تلقائيا لأفكاره السلبية سواء كانت حزن أو خوف. التأمل الذاتي يعني مهارة مفيدة للجميع حقيقة، مظبوط، ارتبطت بالمديتيشن والاسترخاء. بالفعل دكتور فرح، إن شاء الله هي أزمة ورح تعدي، وأهم شيء أننا ربنا خلقنا أنه إحنا قادرين أننا نتكيف طبعاً. على جميع الأوضاع طبعاً. وإن شاء الله يعني نعديها على خير. شكرا لك دكتور فرح، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم على الاستضافة. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل ومكملين السوالف. حياكم الله، رجعنا لكم مشاهدينا اكيد مع راكان في المطبخ. الان نشوف ايش صار في الرمان والسمان، كيف ولا اثرت علي والله العظيم، صرت شاعره زيكم. هو خلص من الرمان والسمان حق الشيء، انا بس حبيت اقولها إيه؟ عشان تضبط مع القافيه، بس انا شفت دخل على الوصفه الجايه. ندخل على الوصفه الجايه، صار عندنا باذنجان. صار عندنا باذنجان، الله، ندخل في وصفه الباذنجان. عاد الله يستر معك. بس استنى قول لي ايش هي الوصفه عشان بعدين ابدا. فتة الباذنجان. انا قلت فتة. اي فتة الباذنجان، يعني انا افوز. يا سلام، يعني فتة هذه من نصيبي. طيب هذا تامري امر، فتة الباذنجان. خليه ينقلي شويه شويه. يا شويه، حاضر، حطي كل الرجل عشانك. انا احبه مقرمش، ما احبه يذوب. اي نبغاه يكون مقرمش احنا. طيب خلينا نشوف مكونات اول حاجه. يلا نشوف مكونات الفته. طبعا عندي هنا خبز مقلي ممكن يكون محمص، وعندي الباذنجان اللي قاعد اقليه هناك، عندي زبادي، عصير ليمون، وعندي طحينه، ثوم، معجون الطماطم، كزبره، والطماطم حبه مو موجوده في المقادير هي، بس حبيت اني ازيدها انا، وصنوبر وكزبره سماق، بالإضافة إلى الليمون والزيت الزيتون. الطماطم معجون الطماطم أساسي؟ البيت دي بتقول كلام جامد. إي لأن معجون الطماطم أنا بالفتة اللي أسويها، لأنه أنا أعرف أسوي فتة. أوكي. فالفتة انبسطت اليوم ما حكيت، أنا أعرف أسوي الفتة من غير معجون طماطم. إيش تحطي فيها؟ طماطم ولا تحطي بس يعني لبن وزبادي؟ نحط، أنا صراحة أحط بطاطس. في انا هنا شوف، انا اليوم معجبه بقى. اليوم معجبه، شكرا. اليوم ما فتحت فمها، شفت من اللي قال؟ ترى الفتة في على الطريقه المصريه. أيوة. على الطريقه السوريه، على الطريقه هذه، والله ما ادري هذه طريقه الشيف ركان، لكن طريقه ما صحيح برضو اللي هو في ناس مو شرط يحطوا الطماطم ولا معجون الطماطم، ويزودوا
ويزودوا توم ويزودوا بطاطس. أيوة. اعتقد هذه طريقه اهل جده. اي بالضبط، لانه احنا نفس. خلينا نشوف المقادير على الشاشه مع بعض عشان تحضروا فتة البتنجان على طريقه الشيف راكان. يا سلام الفنان. على احلى. وطبعا مني ومن مها نقول لكم لو تحطوا كمان مكعبات بطاطس مقليه حتطلع يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. احلى شيء. طبعا انا حزود لكم ثوم، انا ما ححط الثوم بالزبادي، انا حشوح الثوم. حتشوحه يعني مع الصنوبر ولا كيف؟ بطريقه مختلفه. خلينا نشوف كيف. اول حاجه حفروا مفرم كذا مو ناعم مره، واحطه على زيت الزيتون الحار. اوكي يا سلام. وبعدين اول ما ياخذ لون معي شوي. اوكي ياخذ لون شوي حلو برضو. والله طريقتك ايه مختلفه شوي. اي لا حلو. وفي ناس ترى يحطوا حمص، حبات حمص يعني. اي صح يحطوها زينه، حبات الحمص. بس كذا حلو، انا اشوف كذا ممتاز. هي على ثلاث اشياء، ثلاث خطوات. الباذنجان مقلي جاهز، وعندي نفس الصلصه اللي حسويها، وعندي الزبادي راح اضيف هنا كميه الزبادي اللي عندي. تمام. وراح نضيف عليها عصير الليمون مع الطحينه. اوكي طبعا الطحينه كثيره، فحضيف الطحينه شوي على الليمون على حسب الرغبه ونخففها سوا، وبعدين نضيفها على الزبادي. ايش رايكم بدون ثوم؟ الثوم هناك. حبيت الخطوه هذه جديده علي. تمام. انا قاعده احط بس زبادي وثوم. لا شويه الطحينه برضه بيخليها مره لذيذه. تخليها حلوه. يا سلام عليك. هنا نتاكد ان قاعد نقلب بس الثوم شوي. احنا ما نبي الثوم يصير محروق. محروق لا نبغاه. لا ابغاه اللون هذا، هذا اللون تمام مره ذا. زين الحين ايش حنسوي؟ راح نزيد عليها الطماطم ومعجون الطماطم على الثوم. بس قبل ما نزيد الطماطم ومعجون الطماطم عشان ياخذ نكهه حلوه، احط نفس الباذنجان عليه عشان يصير مثوب. عشان يصير مع بعض. حلو حلوه الحركه دي. هذه نحط الطماطم عليها، نحط معجون الطماطم، ما حكثر معجون الطماطم، ونرجع عندنا طماطم كميه حلوه. تمام. ونقلب المكونات هذه كلها مع بعض، نتاكد انها تتثبت. يا سلام. اذا حسينا انها خفيفه نزيد شوي معجون طماطم. طيب على بال ما يتشوح المقادير دي مع بعض، خلينا نرحب بكابتن مشاري ضيفنا اليوم اكيد وكل يوم. وش الحل في الجلسه يا كابتن؟ اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم. اي والله وش الحل في الجلسه؟ صدق احنا جلسنا بزياده. طيب ايش نسوي؟ احنا الان راحت ثلثين من الشهر، ايش سوينا خلاص فيها؟ كل سنه وانت طيب. خلاص ايش سوينا؟ قاعدين ناكل من يوم ركاب. وسوينا التحديات. مين اللي غلب؟ سوينا تحديات وسوينا رياضات واخذنا بالنصائح الرياضيه واكلنا. يا سلام حلو. طيب ايش اللي تحسي الاكثر لو جينا نصنفها؟ ايه نصنفها ايه؟ نحط نسبه التمارين ولا الاكل؟ نص نص. نص ونص اكيد يعني؟ 50 صراحه. طيب تمام تمام. إيه؟ جميل. طيب الان بسالكم سؤال عشان ندخل في موضوعنا. لما يكون تحس احيانا بخمول، احيانا بتعب، بارهاق، وتقولي والله انا عندي مثلا نقص فيتامينات او نقص معادن، تمام؟ كذا اعطيت لنفسي انا انه عندي نقص معين. على اي اساس انا قررت انه يكون عندي نقص؟ هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية كيف انا اعوض هذا الشيء؟ من وجهة نظرك. أنا زمان لما كنت ما أعرف شيء كنت زي كذا، لما أحس بالخمول والكسل كنت أقول أوه أكيد عندي نقص فيتامين، بس كنت أكثر شيء بالفعل لما أحس إني دايخة وكان دائما يغمى علي، كان بالفعل لاحظت انه لما سويت تحاليل لاحظت انه بالفعل عندي نقص في جميع انواع الفيتامينات. جميل. يعني رحتي وعملتي تحاليل؟ ايوه، لاني كانت تجيني حالات اغماء يعني. جميل. يعني كانت الحاله صعبه شوي. نعم صح. ممتاز. شوف انا يعني بصراحه ما عندي الوسوسه هذه، لانه انا احاول اني اخذ الفيتامينات حقتي دائما من الاكل. جميل. ما احب اني انا الجا الى الحبوب او الفيتامينات اللي من الصيدليه، لانه قريت عنها كثير انها ما هي فعاله زي الاكل. جميل. ولا هي مفيده زي الاكل. ممتاز. شوف ايش رايك؟ انا والله مركز بفتة يعني السؤال. لا لما يكون عند الواحد نقص ولا شيء معين على طول يروح ياخذ فيتامينات او تروح تفحص او تتاكد من هذا الموضوع؟ من وجهه نظرك ايش اللي ممكن تعمله؟ والله اضرب لي معصوب. يا سلام. يعني تاكل طاقه. اي شكرا. اضرب لي شيء. هاي فايف والله من جد. احسن شيء سويته. طيب اول نقطه، الفيتامينات والمعادن كلها موجوده في الطبيعه وكلها موجوده في الاكل اللي احنا بناكله باستمرار. صحيح. المشكله وين بتصير؟
انه النوعيات اللي احنا بناكلها من الاكل، تلاقي الواحد غالبا يتعود على 10 ولا 20 نوع من الاكل وما بيغير نهائيا هذا الشيء، رغم انه ممكن يكون عنده نقص معين في اشياء معينه. لنفترض مثال مثلا يحتاج اوميجا 3، فتلاقيه مثلا ما بياكل سمك، ما بياكل اي حاجه بتعوضه بهذا المنتج، فيضطر هنا انه هو يروح يقول خليني اروح اخذ مكملات او اخذ اشياء بدون اي حسبه، بدون اي استشارة، تحليل، وبدون اي استشاره، بدون اي شيء. بعد فتره ممكن البعض بتكون اموره تمام، والبعض الاخر ممكن يكون ضيع فلوسه على الفاضي، ما وجد اي نتيجه، لانه الانواع بتختلف والتركيزات ايضا بتختلف، وكثير منها ممكن يكون تجاري اكثر مما انه هو يكون فائده على حسب احتياج جسمك له. فاول نقطه نبغى ننصح الناس فيها، نوع في اكلك. التنويع بيكون من المنتجات نفسها، سواء كان لحوم، سواء كان خضار، حبوب، نشويات، ايا كانت هذه الانواع، غير في الاكل. طيب. يعني مثلا انا كل يوم والله اكل رز، طيب ليش ما تاكل مكرونه؟ ليش ما تاكل مثلا اي بطاطس، اي منتج اخر بيعطيك الكربوهيدرات ولكن انت تاخذ عناصر اخرى. صح. لما جينا مثلا للفواكه، ليش انا دائما متعود اني اكل مثلا موز او برتقال؟ طيب في عندك انواع كثيره جدا، ولو كانت على فترات انت هنا بتاخذ عناصر اضافيه. صح. الخضار ارخص منها ما في، واكثر منها غنى بالفيتامينات والمعادن بشكل كبير جدا. اعمل تنوع. صح. التنوع هنا بيكون باللون والشكل والتصنيف. يعني مثلا عندنا الالوان الاورنجيه، الالوان الحمراء، الخضراء، الصفراء، كل هذه الالوان كل ما لوننا فيها كل ما اخذنا فائده اكبر. اذا اضطرينا، او البعض ممكن يوسوس بيقول والله طيب هذه مليانه مواد كيميائيه ومليانه اسمده ومليانه هذه الاشياء، كل شيء في الطبيعة بيكون أفضل من الأشياء الصناعية إطلاقاً. هذه ما حد يقبل النقاش عليها. مزبوط. إذا أنت حسيت أنه عندك نقص معين أو عندك مشكلة معينة، لا تروح تأخذ ملتي فيتامين وتقول خلاص أنا راح يكمل لي هذا الاحتياج. صح. لأنه ممكن الاحتياج اللي موجود عندك أكبر من أنه النقص اللي موجود في الملتي فيتامين. ملتي فيتامين عدة مكونات موجودة بجرعات بسيطة جداً. صح. طيب عشان أنا أخذها وتكون فعلاً مفيدة لي أساساً ما يكون عندي نقص، فلذلك بتكون أمورك جداً ممتازة. يعني هي مجرد عامل نفسي أو يكون نقص طفيف جداً لو غيرته بالأكل بتكون ممتازة. عندك حالة معينة زي ما تكلمت ريم قبل شوي، حسيت بتعب، بإرهاق مجهد، بس أنا في نقطة نسيت أذكرها. أنا تذكرت أنا هذه الفترة صراحة كان أكلي كله من السوق، كنت ابدا لا اكل خضار ولا فواكه ابدا، واكلي كل يوم انا اكل من برا، فصارت عمليه متراكمه. بالضبط. فبعدها لما غيرت نوعيه اكلي وصرت ادخل الخضار والفواكه واهتم بهذا الموضوع، بالفعل لاحظت تحسن مره كبير في صحتي صراحه. بالضبط. بيصير في عندنا تغيرات جدا كبيره. فاللي بيصير اذا انت فعلا احتجت زي ما انت سويتي، الحل الصحيح روح استشير الطبيب. صح. هو اللي بيحدد لك، لانه حتى الان لنفترض سويت تحليل وقال عندك نقص مثلا في فيتامين د، عندك نقص في الهيموجلوبين، عندك نقص في الحديد، مو على كيفك بتروح تاخذ اي منتج وبتقول خلاص هذا بيكفيني. لا، الطبيب هو اللي بيحدد لك الجرعه، المده الزمنيه اللي انت راح تحتاجها. ممكن يكون عندك تضاد في فيتامينات معينه بتسبب مشاكل في جسمك اكثر من انك انت بتشافيها. فدائما خليك طبيعي، كل الاكل اللي انت تبغاه، حسيت انك انت فعلا تحتاج، عندك جانبين. إذا الموضوع مرة بسيط ممكن تستشير الصيدلي، إذا الموضوع حسيت فيه تعب أكثر استشير الطبيب المختص. هذه صحتك مو لعبة. طبعاً. طبعاً. صحيح مشاري، يعني أو يدور بدائل. يعني في ناس عندهم نقص حديد بس ما يحبون اللحم، عشان كذا عندهم في بدائل، في بدائل خضار، بقوليات، أي كان يأخذ البنجر، يأخذ أشياء كثيرة ممكن بيعوض بهذه الأشياء. الزبيب ما عنده مشكلة. 100%. مشاري يعطيك العافية، مبدع كالعادة، وأكيد يعني أثريتنا بالمعلومات هذه، وإن شاء الله الكل يلتزم فيها ويطبقون ويستشيرون المختصين. شكرا لك. بإذن الله، يعطيك ألف عافية. شكرا. طبعا مشاهدين أكيد مكملين آخر فقرة لليوم وألذ فقرة، لكن انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم زي ما قلنا في ألذ فقرة. يا سلام. ألذ فقرة. يا عيني. يا عيني. ريم ريم يدك على خصرك ليه؟ حمس على الموضوع. ريم كذا واقفة. لا عجبها السماعة. أنا أقول لك ليه، أنا زي الأم اللي تدخل تشيك على بجورتها كذا إنه. يا عيني الله عليك. تمام الوضع. تمام الوضع. لا أنا عجبتني الفتة، لا والله بس لو حطيت بطاطس مقلية.
انت ماسكه معك بطاطس بالكابلي بالفته، ايش سالفه البطاطس؟ بحب البطاطس. بكره وصفتنا كلها بطاطس ولا يهمك. طيب ايش صار معنا دحين في الفته؟ ايش رايكم تشتغلوا معي؟ يلا. يلا نبدا. اول حاجه هذا صحن الفته. الفته طبقات طبعا. الفته طبقات. ايوه. الحين انا ححط الباذنجان مع الصلصه، بعدين احط الخبز المقلي، بعدين الزبادي، بعدين راح نبدا نزين. تمام؟ اوكي. تفضلي. الله. يلا بسم الله. وش وضع الصنوبر؟ الصنوبر كذا انت تحميرته كذا عجبتك؟ اي انا احسها كويسه. تمام. طيب حلو. اوكي. حطها كلها؟ كب بالصينيه كلها في الطبق. كبها كب كيف؟ ايش فيك مره بشوي؟ قول كذا يعني عادي؟ كذا ايوه. يا سلام عليك. فنانه. وانا ببدا احط السمان كمان عندي هنا. الله. الله. إش وبعدين ايش نحط عليها الصوص صح؟ بعدين لا نحط عليها الخبز المحمص. ايش رايك بالسمانه؟ تفتح النفس. شم ريحتها. الكرز ما شاء الله. الروائح جميله ولطيفه. يعني راح نحط الخبز هذا عليها. بس ما نكثر، في زبادي باقي. حنصف السمانات عندنا هنا. والله هي تشهي ودي اعرف. كيف تتاكل باليد صح؟ يعني تهلي شوكه وملعقه عرمشه عرمشه. ايوه كذا على طول زي دخليها كلها كذا ويطلع العظام. يا سلام. والله ما ادري انا شكلي كثرت. خلاص اعتقد كذا يكفي. لا يكفي يكفي. حلو. بعد ما حطينا السمان لازم نكب عليه ايش؟ الصوص طبعا. لازم كتر من الصوص. راح نكتر. هو الحكايه والصير كله في الصوص. يعني في الصوص. كذا وابغى كذا كرز. كذا ها الصوص. الله الله. لا 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 لا. يا سلام على الشفركات. الله الله على الاكل. يا عيني يا عيني يا عيني. بعدين راح نزينها بقشور الليمون عشان نعطي حموضه حلوه كذا. الحين زينها بالصنوبر. لا انت زينتها بالفستق. هذا الفستق هنا الصنوبر حق ال دائما دائما دائما. لا هذه خطيره دي. هذه خطيره دي. يلا اوكي الحين زينا بالفستق. الله. اوكي تمام. يلا يا مها حط اللبن. اوكي باقي اللبن. يا سلام عليك. اليوم مها بنتنا السنه. اي والله ما قصرت مها ما شاء الله عليك. الله يعطيك العافيه يا مها. الله يعافيك. طبعا هنا تعبتوني صراحه من اليوم وانا واقفه في المطبخ يا جماعه الخير. قاعدة أقلي وقاعدة أسوي سمان وأقول لكم ذوقوا. الله يعطيك. طيب اللبن حطينا فيه طبعا الطحينة. الطحينة والليمون. والكمون. ما شاء الله. والملح مع الزبادي. بعدين راح نبدأ نزين بالسماك والسنوبر. سنوبر عليك يا عاد. تمام. سنوبر علي. أي أنت يا عاد تصرفي فيه كيف تكتبي. الله شوف حركات شفات. يا سلام. يلا أنت كملي الخطوط بالسنوبر. تبغاني اسويها خطوط؟ ايوه. لا لا ما حسويها خطوط. ارميها كلها. ايوه كذا كذا. يا سلام. لا 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 الله عليك. الله عليك. حركات شفاف. الله عليك. الله عليك. الله يعطيكم العافيه. تسلم يدك. الله يسلمك. شيء مره عادي صراحه. انا ما راح امسني اذوق السمان صراحه. اي واحد ما هي اذا جربتي الضفادع واكلتيها يعني جات على السمانه. لا يا اختي الضفادع يعني الضفادع كيوت. هذه مش كيوت. ختمي يا ريم. كفايه تكلمنا عن الموضوع في حلقه واحده كمان. لازم نجربها. لازم نجربها. بس يعني الضفادع مو كيوت. هذول كيوت. طيب بس لازم نجربها. تسلم يدك شيف. الله يسلمك. كل الاكل مره يجنن. سمان بالكرز وفته باذنجان باللبن. شكرا لك. عفوا. وشكرا على الوصفات الجميله. وشكرا على المساعده. اكيد طبعا احنا دائما معك نازرك ونساعدك. وشكرا كمان مع المساعده. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. طبعا كذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. انتظرونا بكره في حلقه جديده في نفس الموعد. الى اللقاء.